قبل ما اقول بلح مقادير بلح البحر، هاخد ووك احطها على النار تسخن كويس. لان لازم تبقى سخنه جدا لما بلح البحر ينزلها. مين؟ المقادير معانا على الشاشه، نقولها لحضراتكم حالا. بلح البحر بالكريمه والشبت من الاكلات العظيمه الفرنسيه، وشهيره بيها برضو كندا اعتقد لو انا فاكره صح. لا مش كندا، بلد تانية يا ربي بس هفتكر، في بلد شهيره بيها جدا. المقادير بتاعتنا هتكون عباره عن كيلو من بلح البحر، نفس الوصفه هي ممكن تتعمل بالجندفلي بالمناسبه، حزمه من الشبت المفروم حزمه صغنطوطه كده، 5 فصوص ثوم مفرومين، بصله متقطعه شرايح، كوبايه من كريمه الطهي، شويه زيت زيتون او زبده وانا بفضل الزبده، معلقه كبيره 4 معالق كبيره من الخل او الليمون، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، ومعلقه صغيره من البصل الباودر، وملح وفلفل اسود. الخل الحقيقه يعني هنحطه نقطه بس كده صغيره منه تدي طعم مزازه في الاخر للوصفه، يعني مش لازم تحطوا 4 معالق كبيره خل، هي الوصفه دي مززه قوي بس انا مش هفضل ان انا ما احطش ال4 معالق خل يعني. فالطريقه بسيطه جدا جدا جدا، هاخد شويه من زيت الزيتون حاجه بسيطه خالص، ومعاهم هضيف مكعب من الزبده، ايه دي مكعب الزبده، والزبده على النار مستنيينهم يسخنوا كويس جدا. وهما بيسخنوا كده هنديهم البصل يدبل فيهم، ونشيل الحاجات الفاضيه. ونقلب البصل يبدأ يدبل. بحب أعمل حاجة، بحب أخد شوية من البصل من الشبت أحطه مع البصل دلوقتي وأسيب شوية للآخر، وهحط كمان معاه التوم. أنا بجهز عشان بلح البحر ده ينزل ياخد نكهة عظيمة من كل الحاجات الجميلة دي. أكلنا النهاردة كله سريع جدا، سهل جدا، ويعني أي حد ما بيعرفش يطبخ حتى هيعرف يعمله. فعلشان كده تعمدت يعني أن الأكلات اللي تكون إيه لعشاء الفالنتاين الجميل أو عيد الحب الجميل، يوم الحب، علشان الناس تقعد تقول لي ليه بتقولي عيد كأن أنا يعني إيه بروح أتضح فيه يعني. فيعني عايزين حاجة سهلة، مش عايزين حاجة مكلكعة، فدي كده حاجات سهلة وجميلة قوي. هنسيبهم بس يتبلوا مع بعض شوية، وهنحط دلوقتي التوم الباودر والبصل الباودر. أنا كل ده بعمل إيه؟ بجهز النكهة اللي هينزل يستوي فيها بلح البحر. رشة من الفلفل الأسود وشوية من الملح، تقليبة تاني، وابدأ أقلب كده. عايزة بقى البصل والثوم والشبت يتخلطوا معاه. ياخد من طعمهم وياخدوا من طعمه. بس ونسيب كده على نار عالية. مجرد بس ما البلح يبدأ إيه؟ يدخل في السوى، وده طبعا بيحصل في دقائق معدودة، الموضوع سريع جدا وبسيط جدا، مش هياخد مننا حاجة خالص، سوى سريع قوي. نقلب برضو. بصوا بقى اللي حصل ايه دلوقتي، بلح البحر عمال ينزل المية بتاعته، فدي بقى يعني اساس فظيع للصوص اللي هيتعمل دلوقتي. هنعمل ايه؟ هناخد الكريمة ونقوم منزلينها، ما بيبقاش غرقان كريمه، هو مش شوربه يعني، بس بيبقى كده في ايه شويه كريمه كده مظبطين الدنيا. وشلنا بلح البحر من على النار، رائع، ريحته تحفه، الكريمه تقلت وبقى صوصي كده والجميل، في شويه كريمه تحت هتشوفوهم وانا بقدم في الاخر. وهننقله برضو هنا ناحيه الاكل اللي خلص، علشان احنا في الاخر هنقدم بقى باهتمام كبير.